منصة تبشورة موجودة على الانترنت ومجانية للجميع. بالتعاون مع السيرد اللي هو المركز التربوي تمكننا نعمل ديب انتجريشن لكل المواد الموجودة على تبشورة على منصة مواردي اللي هي المنصة الرسمية لكل تلميذ وأساتذة لبنان. التلميذ صار قادر يفوت على تبشورة من خلال مواردي، وأستاذه قادر من خلال مواردي كمان يشوف شو عمل تلميذه وشو علاماته. ومثل ما كلنا بنعرف بلبنان في عنا مشكلة كهرباء ومشكلة انترنت، فلحتى نحل هالمشاكل فكرنا بحلول بديلة هي حلول أوفلاين. حل من هالحلول هو تبشورة إنبوكس. تبشورة إنبوكس هو عبارة عن جهاز راسبري باي حولني على أوفلاين سيرفر. هالأوفلاين سيرفر إذا نحط بغرفة 20 تلميذ بيقدروا يفوتوا عليه، يتصلوا فيه ويعملوا كل نشاطات تبع تبشورة بلا ما يكون عندهم انترنت وبلا ما يكون عندهم كهرباء. واستاذهم اللي مفروض كمان يقدر يفوت، بيقدر يفوت على الجهاز وبيقدر يشوف شو عملوا التلاميذ وشو علاماته على نفس الجهاز. ولنقدر نمشي جهاز تبشورة ان بوكس لازم نوصله على باور بانك بهالطريقة، وهذا الجهاز وقت اللي بيطلع دروس جديدة على تبشورة وبدنا نعمل أبديت لهذا الجهاز، بمجرد ما نسحب الـ SD كارت اللي عليها كل المعلومات هالـ SD كارت بتتغير وبينزل محلها أبديت جديد فيه دروس جديدة. بنفس الوقت كل شيء التلميذ عمله أو التلميذ عملوه بيكون كمان محفوظ على الـ SD كارت. والحل الثاني هو تبشورة آب. تبشورة آب أبليكيشن موجودة على البلاي ستور، بتنزلوها على الموبايل أو على التابلت، وبيصير فيكن تنزلوا دروس أوفلاين وتشتغلوها بلا ما يكون عندكن إنترنت. وبس يصير عندكن إنترنت عن جديد ترجعوا تعملوا سينكرونيزيشن، يعني علاماتكن وكل شيء اشتغلتوه بيرجع بيصير على الويب سايت، وبتقدروا ساعتها إذا خلصتوا درس معين تنزلوا درس تاني محله. وميزة مهمة لهالآب هي القدرة إنه يكون في عدة يوزرز على فرد جهاز، لحتى إذا بالبيت الواحد في عدة إخوة نقدر نعمل سويتش أكاونت بين الخي وخيه، لحتى كل واحد يقدر يفوت على دروسه هو ويكمل من محل ما كان وصل آخر مرة.